ونيجي بقى للموضوع اللي بعد كده اللي هو تشخيص الولادة. وزي ما انتم شايفين، لا يعني قطعة كبيرة فيلم برضه، فالناس كانت متخيلة ان تشخيص الولادة هو موضوع سهل، مجرد واحدة بتقول الحق يا دكتور انا بطلق، ودكتور نسا بيعمل بي في والحمد لله السيرفكس بيحصل فيه تغيرات. ياما عيانين دخلوا المستشفى على اساس ان هم ان ليبر وطلع التشخيص خاطئ. وحاجه من اتنين بقى، يبقى عندك الشجاعه الاعتذار للمريضه ان انت ما سمعتش هذا الدرس كويس ودخلت العيانه بدري شيز نوت ان ليبر، يا اما تداري على الغلطه بتاعتك وتعمل مصيبتين، يا قيصريه اوانطه، يا تدخلها في اندكشن اوف ليبر برضو اوانطه. طيب هنشخص الولادة ازاي؟ انا مقسمها للتسهيل حاجتين وبعدين حاجتين وبعدين حاجتين، وبرضو للتسهيل خليت اول حاجتين اللي تشوفهم الحكيمة اللي في الاستقبال، لو لقيت ان هم موجودين تبلغ الامتياز يشوف الحاجتين اللي بعديهم، لو لقوا ان هم موجودين تبلغ النائب الجونيور اللي موجود في الاستقبال. طيب مين الحاجتين اللي هتشوفهم الحكيمة؟ بنسميهم البرو دراما ما او البرودروما، ما قبل درامة حدوث الولادة، حاجتين سهلين. طب والحاجتين اللي هيشوفهم الامتياز بنسميهم السيمتومز بتاعت الولادة، حدوث طلق الولادة ونزول علامة الولادة الشو. طب والنايب الساينز بتاعت الولادة، تغير السيرفكس سيرفيكال تشينجز والبلج اوف باج اوف فور ووتر. نبتدي بقى مع اول حاجه اللي هي البرودراما اللي بنتكلم عليها. الحكيمه هتسال المريضه على حاجتين، هل نفسك خف؟ حسيتي ان نفسك بقى احسن؟ اصل هي نزل نفسها يبقى احسن اما راس البيبي تنزل لتحت. هل حسيتي ان بطنك شكلها اتغير رمت كده لقدام؟ اصل البطن شكلها يتغير وترمي بالمنظر ده لقدام اما البيبي ينزل ويعشق في الحوض لتحت. اذا الظاهرتين بتوع اللايتنينج والشالفينج دول ناتجين عن حاجه اسمها انجيجمنت. يعني ايه انجيجمنت؟ انجيجمنت زي الخطوبه، يعني انا الراس بتاعت البيبي اتخطبت خلاص جوه الدبله بتاعت عظم الحوض بالمنظر ده، واللي اتخطب ما ينفعش بقى يرجع في كلامه بقى خلاص. تمام؟ طب يعني ايه بجد انجيجمنت؟ انجيجمنت معناها ان اوسع حته في راس البيبي اللي هي اللي ما بين التو بارايتال بونز يمين وشمال، بنسميها باي بارايتال دايمتر او اللي هي تقريبا 9.5 سنتيمتر، اتزنقت تماما في الحافة بتاعة البلفيك انلت او البلفيك بريم اللي موجودة في الست. هذه الزنقة معناها ايه؟ زي المنظر ده، البيضة اللي دخلت في الكاس دي في الاول كانت not engaged وبعد كده بقت engaged. هذه الظاهرة بتاعت الانجيجمنت معناها ان خلاص التروس بتاعت الولادة عشقت مع بعضها والولادة هتبتدي. مش معناها ان انا في ولادة فعلا، لا هنبتدي قريب، امتى الله اعلم. عشان كده اسمها ايه؟ ده برو دراما، ده برو دراما. طب بتحصل امتى هذه الظاهرة؟ تختلف عندي حسب البيشنت، العضلات بتاعت بطنها قوية ولا مش قوية. البرايم جرافيدا ما لم تختبر من قبل، العضلات بتاعت بطنها قوية جدا، فايه اللي بيحصل؟ اما الرحم بيكبر ويوصل لغايه 36 اسبوع، ده القمه، وبيوصل للديافرام، ما بيقدرش يخترق الديافرام اكتر من كده. طيب ينفع يرمي لقدام في البطن؟ لا، البطن بتاعتها قويه. الحل الوحيد ان غصب عني البيبي هيروح نازل جوه عظم الحوض، يبقى البكرية بيحصل لها الانجيجمنت على الاسبوع 37 38 علشان عضلات بطنها قوية لا تسمح الا ان البيبي ينزل براسه تحت. طب والمالتي جراف ده؟ لا، مشكلة المالتي جراف ده بقى ان بطنها ضعيف. طب ولو هي بطنها ضعيفة ومرهرطة بالمنظر ده كده، ايه المشكلة؟ يجي البيبي يوصل الاسبوع 36 يخترق الديافرام من فوق؟ لا ما ينفعش. طب يجي لقدام؟ لا قدام الدنيا ضعيفة.
فيفضل البيبي يرمي على البطن كده لقدام، ومفيش شيء يجبره يخش الحوض إلا متأخر. ده ايفن ممكن ما يخشش الحوض ويحصل انجيجمنت للبيبي إلا أثناء الولادة. يعني المنظر ده مش هشوف في المالتي جراف ده إلا أثناء الولادة. علشان كده الدراسة بتاعتنا كلها في الولادة موجودة على البرايم جرافيتيز، أو الدراسات دي احنا بنتكلم على البرايم جرافيتيز اللي هم اللي بيتبعوا هذه القوانين. قول أم لما يحصل لها انجيجمنت على الأسبوع 36 37 والراس تنزل لتحت كده في الحوض، نفسها يخف، علشان كده تقول لك الله أنا مرتاح، مفيش ديزنية، هي دي اللي اسمها لايتنينج. بس طبعا اكيد انت هتقول لي ما هو النفس هيخف نتيجة الكبسة اللي فوق دي ما عادتش موجودة، بس بقى في كبسة موجودة تحت اكتر. الحق يا دكتور، بقيت اخش الحمام كتير جدا وحاسة بتقل كأن الدورة زي الايام اللي قبل ما الدورة تيجي عليا بالظبط. طب ايه الظاهرة التانية اللي اسمها الشالفينج؟ الشلف يعني رف، يعني البطن ترمي لقدام، زي ما انا شايف الفرق في الصورتين دول، ما قبل الانجيجمنت وما بعد الانجيجمنت. ايه اللي عامل هذا الفرق؟ ليه البطن رمت لقدام كده؟ نتيجة للانكلينيشن بتاع الحوض. يعني ايه؟ يعني الفيميل بيلفس مايل لقدام على الأفق على الهورايزون كده بمقدار حوالي 55 درجة. يعني لو شفت واحدة ست بشكل جانبي عملت لها اكس راي، هلاقي الحوض ماله مايل لقدام. طب ما هي طول ما راس البيبي اعلى من هذا الحوض مفيش مشاكل، لكن لو راس البيبي حبت ان هي تخش في هذا الحوض المايل لقدام، هتضطر الراس تبقى بيربنديكولر، وما تبقى بيربنديكولر كده الراس تحت، الباتوكس فوق هترمي لقدام، وهو ده التفسير بتاع تغير شكل بطن الست. هي هتلاحظ حاجتين، نمرة واحد ان الكيرف بتاع بطنها اتغير، المستوى اللي هي كانت فيه قل، يبقى حصل انجيجمنت. والحاجة التانية اما الراس رجعت لورا، اهي رجعت لورا بالمنظر ده، والباتوكس رمت لقدام، عملت رف كده، عملت ايه؟ عملت شلف. الناس كلها متخيلة ان وضع البلفس كده على الهورايزن او على الافق ان هو بالعرض، يعني بحيث ان الحوض مريح كده. طبعا الوضع ده غلط، ده البلفس is tilted forward، مايل لقدام، بحيث ان لو جينا نشوف هنلاقي السيمسيس بيوبس والرايت واللفت انتيريور سبيري اليك سباين كلهم على نفس البلان. يعني انا لو جيت حطيت ورقه كده هلاقي كلهم على بعض على نفس الورقه دي، الحوض مايل لقدام. ودي مشكلته ايه؟ مشكلته اما الست تبقى حامل كده بشكل عادي بيفور انجيجمنت مفيش اي مشاكل، لكن يوم ما يجي يحصل انجيجمنت والراس تحاول تخش في الحوض، الانترو بوستيريور دايمتر اوف ذا انلت كده، الراس هتضطر ترجع لورا. طب وهي اما تضطر ترجع لورا اكيد الحته بتاعت الجسم من فوق هترمي لقدام، حته الترانك والجذع والباتوكس هيرموا لقدام. اهي الحركه دي بتاعت الانجيجمنت اللي اسمها الشلفنج، ان بقى زي ما يكون في كده شلف امامي، رف امامي معمول من البيبي. طب دكتور هل هذه الحاجات اكيده؟ لا طبعا، ده هي دوبك على قدنا البدايه، وتخلينا نسأل البيشنت نمبر 2 عن السيمتومز، هل انت نزل في شو ولا لا، هل في طلق حقيقي ولا لا. خد بالك ان البيشنت بتتعرض ليه نوعين من الطلق، هذا الطلق اللي قلناه في الثيوريز اوف اونست اوف ليبر اللي اسمه الطلق الكاذب او الفولس ليبر بين، خلاص عرفنا ان هو له مهمة اساسية جدا، ان السب انفلاماتوري بروسيس اللي بتحصل في الامنيوتيك ممبرين يبتدي يطلع البروستاجلاندينز والهايلوريديزز والكالوجينيزز، يبتدي يعمل نوع من انواع السوفنينج في السيرفكس، الرايبنينج في السيرفكس. يبقى اذا استغفر الله العظيم ما هياش غلاسه يعني على الست الفولس ليبر بين، لكن اللي هيؤدي الى ولاده فعليا هو الترو ليبر بين. ان العيانه تيجي تقول لي الحق يا دكتور انا عندي زياده بشكل متكرر
بشكل منتظم في 3 صفات. جدع بقى اللي من الرسمة دي، بستنى كده مرسم بدقة، اللي يقول لي ايه ال3 صفات اللي انا عمال اركز فيهم وغيرهم من contraction لاخرى. اول صفة واضحة ان ده كان بتاخد duration معينة، الديوريشن اللي قعدت فيها الكونتراكشن هنا زادت، هنا زادت خالص، يبقى أول صفة هي الازدياد في الديوريشن. طب وتاني صفة واضحة برضو، آدي الأمبليتيود عمال بيزيد، الأمبليتيود عمال بيزيد. طب والحاجة الأخيرة حد واخد باله منها؟ أيوة، الفرق بين الزمن بين كل كونتراكشن وكونتراكشن بيقل، زمن التقاطر بيقل، I mean الفريكونسي أوف كونتراكشنز بيزيد. وتيجي البيشنت تقول لي انا باديه معايا الكونتراكشن من الفجريه يا دكتور محمد، وابتدت الاول كانت بتقعد 20 ثانيه، وكان الوجع بتاعها خفيف ومحتمل، وفين بعديها بساعه جت الطلقه اللي بعديها بس قعدت 25 ثانيه، والوجع زاد شويه، واللي بعديها جت بعديها بنص ساعه وقعدت 40 ثانية، والوجع بقى غير محتمل لغاية ما أوصل للقمة. 3 لـ5 contractions في الـ10 دقايق، كل واحدة بتقعد حوالي 40 to 60 seconds. هي دي اللي اسمها الـ true contractions. They are regular and intermittent and increasing in all characters, duration, amplitude, frequency. And they are so strong to be painful and cause colicky lower abdominal pain. خد بالكم ان الوجع بتاع الفيسرا كله بيبقى عباره عن ايه؟ كوليك، مغص، مغص شديد يا دكتور لو سمحت، انا عايزه مسكن للالم. وهذا المغص بيسمع في الظهر وفي البوث لور ليمبس ماشي مع L1 وL2. هذا الكلام طبعا بعكس التهريج اللي في الفولس ليبر بين. كونتراكشن اي كلام، وجع في الظهر خفيف، تقل خفيف، إنما الوجع الحقيقي يؤدي إلى نشفان جامد في الرحم. وده اللفظ اللي هم ما بيفهموهوش أما نقول لهم أنت عندك تحجيرة في الرحم. ومين هذه التحجيرة فعلا؟ لأن اليوترس متقسم لتو سيجمنتس، السيجمنت الصغيرة تحت اسمها the lower uterine segment، والسيجمنت الأكبر فوق اللي اسمها ال upper uterine segment، وادي السيرفكس وادي الفاجينا اهي. هذه اللور يوتراين سيجمنت ضعيفه وتتصف بكل صفات الضعف، الابر يوتراين سيجمنت قويه وتتصف بكل صفات القوه. ظاهره تانية عندي السهم اللي قلناه قبل كده، ان قمه الماسل فايبرز وقوتها فوق، موجود بنسبه 100%. طيب وهنا ينزل يبقى 90، ينزل يبقى 80، ينزل يبقى 70، ينزل يبقى 60. ربنا سبحانه وتعالى بده ان قمة التيار الكهربي، كأن دي بطارية قلم، القمة موجودة فين؟ فوق بلس، والسلبي موجود فين؟ تحت، علشان التيار الكهربي يمشي من فوق لتحت، علشان البيبي يحصل له ديليفري الى الخارج. البوستيف يكونتراكت والنيجاتيف يريلاكس، البوزيتيف يزق والنيجاتيف يساعي، ياخد اللي نازل له من فوق. تخيلوا بقى لو كان اليوترس كله على بعضه كان وحده واحده، وكان الماسل اللي بتكونتراكت، وادي السيرفكس وادي الفاجينا، هنا بنفس قوه، هنا بنفس قوه، هنا بنفس قوه، هنا بنفس قوه. طب البيبي كان راح منين لفين؟ لا، البيبي كان هيتفعص جوه، مش اكتر من كده. يبقى اقوى حته بتحصل فيها كونتراكشن هي فين؟ الفندس، مش كده؟ دي بنسميها فندل هاردنينج. يا ست الكل بتحس بنشفان، بتحس بتحجيره، اصل الفندس هو المهيمن المسيطر على كل حاجه، بنسميها فندل دوميننس، بنسميها بولاريتي. عشان كده الولد الامتياز الصح في كشك الولاده اللي اقول له راقب هذه المريضه وشوف هي بتكونتراكت ولا لا، احب نلاقيه بيحط ايديه فين؟ بيحط ايديه على الفندس، ما يحطهاش على اي مكان اخر. وهذه الكونتراكشن قويه لدرجه ان هي تبقى سو افكتيف ان هي تؤدي بقى لولاده بجد، ان مين اللي يوسع عندي؟
السيرفكس، ومين اللي يفرقع عندي؟ الباج اوف فور ووتر، بلجنج اوف ذا فور ووتر، وقلنا عايزينها تفرقع المره اللي فاتت في الثيوريز اوف اونست اوف ليبر عشان بروستاجلاندين يريليز، وعايزين السيرفكس يحصل فيه تغيرات. انما البيشنت الفولس ليبر بين لو فحصتها مفيش اي حاجه. يا ست الكل والله العظيم انت مش في ولاد، لو سمحتي امشي وتسمع الكلام وتمشي. وتاني يوم عندها شوية تقل، عندها شوية مغص، عندها شوية كونتراكشن، أي كلام، اللي هي الفولس ليبر بين، تجي لنا تاني المستشفى ونعمل لها فحص. يا ست الكل والله العظيم ما فيش عندك حاجة، امشي. تقول لي يا دكتور انت كل شوية بتفسحني كده هو وتمشيني من المستشفى. قول لها معلش كل اللي عندك دي اسمها تفاسيح الولادة، فولس ليبر بين، لسه ما دخلناش في الطلق اللي بجد. في ناس بقى بيعاندوا، والله العظيم انا ماشي يا دكتور ولدني يعني ولدني. ساعتها بعمل لها الثلاث اختبارات اللي موجودين تحت دول. ايه دول؟ اول حاجة ان انا اعمل لها سيديشن، تهدئة. تهدئة يعني ايه؟ يعني لو انا بجد عندي ترو ليبر بين، من صفات اليوتراين كونتراكشن ان هي اندبندبل من النيروجينيك كنترول. يعني لو اديتها اي سيديشن لا الكونتراكشن هتكمل، it will not be terminated. بدليل ان العينين بنديهم epidural analgesia وبيكملوا عادي طلق الولادة. انما اللي عندها فولس ليبر بين لا، دي هتلاقيها هتنام وتنسى الموضوع خالص. حلو يا دكتور المهدئ اللي انت اديتوني ده. طب تاني حاجة ممكن اعملها اختبار ليها ايه؟ الانما. اتاري ان الانما لو الست بتولد بجد هتزودها، لو ما بتولدش مش هتفرق معايا حاجة. ليه هذا الكلام؟ كان زمان الدايات ما كانش عندهم اي وسيلة. دي تاني مرة اجيب سيرة الدايات في درس الليبر. المرة اللي فاتت كانوا بيحط ايديهم جوه الفاجينا ويعملوا بريشر على الفاجينا علشان واللاترال بيلفيك وول علشان يعملوا الفيرجسون ريفلكس. طب وكانوا بيعملوا ايه كمان؟ كانوا بيعملوا الحقنة الشرجية، الانما. بناء على ايه؟ بناء على الاتي، ان لو البلادر مليان ولو الريكتم مليان بيبعتوا اشارة للمخ ويقولوا له احنا مليانين وعايزين نفضي اللي جوانا. والاجابة بتاعت المخ، الاستجابة ليه، بتبقى على حسب سؤالين. هو الزمان يسمح والمكان يسمح ان انا افضيكو ولا لا؟ فالعادي لو الزمان يسمح والمكان يسمح يلا تفضلوا فرغوا، لكن لو المكان والزمان لا يسمح الاجابة هتبقى بالسالب. تعالوا نطبق هذا الكلام على الولادة. واحدة بتولد والمثانة البولية مليانة والريكتم مليان، يقوم يقولوا للمخ انا مليان انا مليان لو سمحت فرغنا. فهيسأل طب الزمان؟ لا احنا بنولد. طب المكان؟ لا احنا في كشك الولادة. اذا الاجابة هي بلأ، مفيش دلوقتي تفريغ للبلادر ولا تفريغ للريكتم. وهي دي المشكلة، ان الامبلسز بتاع لأ اللي بتنزل مع السباينال كور دي بتنزل على all the whole pelvic organs، على البلادر قدام وعلى الريكتم ورا وعلى الليبرينج يوترس في النص، فيحصل عليه inhibition، يحصل عليه حاجة اسمها inertia no uterine contraction. والعكس بالعكس، انت لو فضيت المثانة ولو فضيت الريكتم ده هيسهل اليوتراين contraction، او على الاقل مش هيعمل لها هذا الانهيبيشن اللي بنتكلم عليه. يبقى اذا البيشنت اللي انترو ليبر بين وبتولد فعلا، لو انا عملت لها انما زي ما كانت الدايه بتعمل زمان، ده هيحسن ظروف الولاده. طيب والبيشنت اللي هي الفولس ليبر بين لو عملت لها انما مش تفرق معاها؟ ده بالعكس، ممكن تقول لك والله كان عندي شويه بلفيك هافنس وعندي امساك وانت ريحتني. وبرضه لو هي مش مصدقه وصحيت من النوم وقالت لك برضه عايزه اولد، واخدت الانما وقالت لك برضه عايزه اولد، بيني وبينها بقى الورق، بيني وبينها ورقه رسم اسمها سي تي جي، هترسم لي اذا كان في كونتراكشنز بجد ولا لا.
يا ست الكل انت ما عندكيش كونتراكشنز، روحي. او يا ست الكل انت فعلا عندك كونتراكشنز، تعالي نروح للنايب بتاعي علشان هو اللي هيشوف الساينز وهيعمل بي في ويشوف الحاجتين بتوعنا. نمبر 1، هل فعلا حصل بلج اوف ذا باج اوف فور ووتر؟ خد بالك لو اليوتراين كونتراكشن افيشنت هتخلي الميه اللي موجوده هنا تبلج من خلال هذا الامنيوتك ممبرين، وسهل ان هي تتحس من خلال البي في. دكتور انت ليه بتقول بلج اوف باج اوف فور ووتر؟ هو في حاجه تانية اسمها هايند ووتر؟ يس، اما ندرس مع بعض اليوتراين سيجمنتس تعرفوا ان الابر يوتراين سيجمنت يتصف بكل صفات القوه، فيري بوزيتيف، بكل اللايرز بتاعته. البريتونيوم من بره قوي، المسل ليرز قويه، الديسيدو قويه، اذا ايفن الامنيوتك ممبرين قوي وما ينفصلش بسهوله. انما اللور يوتراين سيجمنت تتصف بكل صفات الضعف والخنوع في كل اللايرز بتاعتها. البريتونيوم بتاعها لوز، المسلز اي كلام، الديسيدو اي كلام، والامنيوتك ممبرين اي كلام، وهو ده المقصود من عند الله ان هو بسهوله يبلج ويفصل علشان محتاج في وقت معين. فاكرين theories of onset of labor على 2 ل 3 4 سنتيمتر ان يحصل spontaneous rupture في membrane علشان البروستاجلاندين تطلع علشان اخش في ولادة. انما اللي اكيد هيقول لي بجد الست فعلا طلق حقيقي ولا لا هي التغيرات التي تحدث في عنق الرحم، ما قلتش الدايلاتيشن، التغيرات، لان هما نيملي حاجتين. ان اللنث عندي يقل اسمها افيسمنت، الترقرق. الويدث عندي يزيد اسمها دايلاتيشن، اسمها التوسع. يبقى قللان في اللنث او زياده في الويدث. وهذه الظاهره اللي بتحصل في السيرفكس لا يمكن تحصل غير اما ندرس حاجه اسمها الكونتراكشن اند ريتراكشن. خد بالك ان كل الناس متعوده على اللفظ بتاع الكونتراكشن اند ريلاكسيشن اهو، لا ده غلط بقى، ده مش موجود عندي. الظاهره بتاعه السيرفكس هي كونتراكشن اند ريتراكشن. ريتراكتد يعني يقصر، الفايبرز تقصر، هنشوف دلوقتي ازاي. تعال نشوف الظاهره الغلط اللي هي مش بتحصل في اليوترس. لو عندي مسل فايبرز فايبر 10 سنتيمتر، حصل لها كونتراكشن كونتراكشن اهي، انقبضت، بقت كام؟ بقت 5 سنتيمتر. اتضغط على الاوعيه الدمويه اللي جوه، حصل عندي اسكيميا، لاكتيك اسيدوزز، فاتيج، ريلاكسيشن ريلاكسيشن، هرجع تاني اوصل الى 10 سنتيمتر تاني، كومبليت ريلاكسيشن. هذه الظاهره لا يمكن تحصل في الرحم بتاع الست اللي بتولد. ليه؟ لانك لو جيت شفت ادي يوتراين ماسل فايبر كانت 10 سنتيمتر، حصل كونتراكشن بقت 5 سنتيمتر، الله البيبي نزل لتحت، الحق، ده حصل ريلاكسيشن رجعت تاني بقيت 10 سنتيمتر، البيبي طلع لفوق، كونتراكشن بقت 5 سنتيمتر، البيبي نزل لتحت، الحق ريلاكسيشن، البيبي طلع، وهكذا. ونفضل بقى نلعب يويو مع الدكتور اللي بيولد، وكل شويه يبقى منتظر البيبي يطلع ويرجع تاني. لا، انا عايز الماسل فايبر ال 10 سنتي تبقى 9 سنتي تبقى 8 سنتي تبقى 7 سنتي تبقى 5 سنتي، بيرمننتلي بتقصر. وهي ده وهو ده معنى الكلمه بتاعه الريتراكشن. يعني ايه هذا الكلام؟ يعني لو الماسل فايبر 10 سنتيمتر وبقت كونتراكتد وبقت 8 سنتيمتر، اما تيجي تريلاكس مش هتريلاكس وتبقى 10، امال شايف بقت ريلاكسد وبقت كام؟ 9 قلت. طب يلا اعملي كونتراكشن يا 9، بقت 7 سنتيمتر، اما تيجي تريلاكس مش هترجع ل 9، بقت كام؟ بقت 8 سنتيمتر، وهكذا. هتلاقي ان مع الوقت ان الماسل فايبر عماله بت ايه؟ بتقل. الماسل فايبرز عماله بت ايه؟ بتقصر، عماله بت ريتراكت. هذه الظاهرة هي اللي هتفسر لي كل الآتي: the most important feature leading to progressive shortening of the uterine muscle fibers. هي اللي هتفسر لي ليه بيحصل نمرة واحد effacement، ليه بيحصل نمرة اتنين dilatation،
ليه بعد كده هيحصل اكسبالجن للبيبي للبلاسينتا؟ ليه الظاهرة دي هتكمل علشان ما يحصلش نزيف ما بعد الولادة اللي هو السبب رقم واحد للماتيرنال مورتاليتي ريت؟ وليه الظاهرة دي هتستمر فاينل لغاية اما الرحم يرجع لأصله زي ما كان ويحصل له complete involution of the uterus؟ خد بالك من حاجة، ايه الحاجة دي؟ ان لو لولا دراسة هذه الظاهرة، انا العادي لو قلت لك ادي يوترس بيكونتراكت، بس خليك عادي كده ما تبقاش ايه واخد معلومات مسبقة، العادي بذمتك ان السيرفكس يوسع ولا يقفل؟ يعني لو اليوترس ده هيكونتراكت 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 كأنه بالونة كده، والبالونة دي ليها بق. اي ثينك ان الطبيعة اما هيكونتراكت من جميع النواحي ان السيرفكس هيقفل مش هيفتح. ازاي بقى السيرفكس هيرفع والسيرفكس هيوسع تدريجيا؟ هي دي الظاهرة اللي هندرسها دلوقتي اللي اسمها contraction و retraction. تعالوا نشوف مع بعض body cervix vagina بالمنظر ده. يلا اعمل كده examination، ايه رأيك؟ السيرفكس الدايلاتيشن اخباره ايه؟ لا ده حوالي سنتي. طب والطول بتاعه هو ايه؟ هو ده الطول بتاعه. طب طول السيرفكس العادي حوالي قد ايه؟ حوالي 2.5 سنتيمتر. طيب خش في الموضوع، ايه اللي حصل؟ ابتدى يحصل يوتراين كونتراكشن، ماشي. طيب وبعد الكونتراكشن؟ اه لا ده مش كونتراكشن وبس، كونتراكشن اند ريتراكشن، يعني المسل فايبر اسرت. شايف كانت كام سنتيمتر في الاول؟ 10. طب دلوقتي بقت كام سنتيمتر؟ بقت 8 سنتي. دكتور بس ده بقى فيه هنا عندي جاب من 2 سنتيمتر. على فكرة ده شيء غريب جدا. يعني ايه الجاب؟ يعني هو الجاب دي بقى فيها ايه؟ هتقول لي طب ما هو اليوترس بيضغط لتحت ويطرد البيبي. لا يا جماعة ركزوا شوي، البيبي زي ما هو واخد كل الحيز، هو والامنيوتيك ممبرين والامبيليكال كورد والبلاسينتا والمية، ما تعتعش من مكانه simply speaking لان السيرفكس لسه قافل no dilatation. ده انت الماسل فايبر اسرت عليك وبقى فيه هنا جاب. حد يقدر يقول لي بقى هنعوض هذه الجاب ازاي؟ يبتدي يحصل عملية غريبة من التعويض. هذا اليوترس اللي قلت أكتر من مرة إن هو 100% قوي، ثم القوة بتقل، ثم القوة بتقل، ثم القوة بتقل، مين أضعف حاجة في هذا المنتج؟ الأبر يوترين سيجمنت واللور يوترين سيجمنت والسيرفكس، أضعف حاجة هي السيرفكس. هيبتدي ياخد فايبرز من السيرفكس يطلعها يسحبها لفوق يعوض هذا المقدار. لو سمحت انا عندي في جاب about 2 سنتيمتر، بليز اسحب فايبر من السيرفكس لفوق لللور يوتراين سيجمنت بمقدار 2 سنتيمتر تعوض هذا الجاب. حاضر. طيب تعالى كده اعمل بي في. على فكرة انا لسه زي ما انا نو دايلاتيشن، بس ايه اللي حصل؟ الطول بتاع عنق الرحم ده اخباره ايه؟ اسر شوية لان في فايبر اتسحبت لفوق. دكتور لسه مش باينه قوي. طب نشوف الظاهره اللي بعديها، كمل. اليوتراين كونتراكشن وريتراكشن هتكمل، ايه اللي هيحصل؟ الماسل فايبرز بتاعه الابر يوتراين سيجمنت شايف ابتدت تتخن. ليه؟ ابتدت تريتراكت، ابتدت تقصر تتخن وتكبب كده. طب يا دكتور الجاب دي هنعوضها منين؟ عمالة تتعوض من أضعف حاجة. مين أضعف حاجة؟ السيرفكس عندي. هيبتدي يتسحب الفايبر اللي بعديها من السيرفكس. يعني ايه هيتسحب؟ هيتسحب كده لفوق 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 علشان يعوض الجاب اللي اتكونت ده. طب اما يتسحب لفوق السيرفكس رفع، شايفين هنا كان له تخانة معينة، انما هنا اخباره ايه؟ رفع. شايفين الطول بتاعه هنا كان فيه طول معين، الطول عندي قل، الطول عندي قل، لكن ستيل اما تيجي تفحص البيشنت دي ما فيهاش دايلاتيشن. طب تعال نكمل الظاهرة اكتر واكتر. شفت ايه اللي عمال يحصل في الماسل فايبرز؟ الماسل فايبرز عمالة تكونتراكت وتريتراكت 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 وتقصر وتجمع وتتخن، فالحتة اللي فوق بتاعت اليوترس عمالة تتخن. طب والجاب اللي عمالة تتكون دي يا دكتور بتتعوض منين؟ ما احنا قلنا بتتعوض من السيرفكس.
أول مرة خدنا الفايبر دي لفوق، وبعدين في الصورة التانية خدنا الفايبر اللي بعديها، وبعدين في الصورة التالتة أخدنا الفايبر اللي بعديها، وبعدين في الصورة الرابعة أخدنا الفايبر اللي بعديها. آه يا دكتور، يعني السيرفكس الفايبرز بتاعته عمالة تتسحب لغاية إن هو بقى، وتتسحب علشان تعوض عندي الألالان اللي فوق، لغاية أما بقى السيرفكس بقى رقة ورقة السيجارة، بقى رفيع جدا. لكن خد بالك، تعالى برضو اعمل بي في، ستيل لسه مفيش دايلاتيشن. انت عارف امتى بقى هيبتدي يحصل دايلاتيشن؟ اما اخر ماسل فايبر دي تبتدي تتسحب عندي لفوق. ما هو اللي حصل دلوقتي ان الطول بتاع عنق الرحم كان 2 سم ونص، بقى 2 سم، بقى 1 سم، بقى 0.5 سم، ان بقى مفيش خالص، بقى زيرو. زيرو دي اسمها ترققت تماما، فولي افيزد. طب وهذه الفايبر الاخيره ما هتتسحب بعد ما يحصل فول افيسمنت ده، هيبتدي الجاب اللي هنا اهي، يا اخيرا ابتدى يحصل دايلاتيشن، اخيرا ابتدى يحصل عندي دايلاتيشن. طب اسحب الفايبر الاخيره دي اكتر واكتر لفوق، اخيرا الدايلاتيشن عمال بيزيد. بس واخدين بالكم من حاجه؟ ان معنى كده ان في ظاهرتين، ظاهره اسمها افيسمنت وظاهره اسمها دايلاتيشن. ايه اللي بيحصل في الافيسمنت؟ ان السيرفكس از جرادولي تيكن اب في اللور يوتراين سيجمنت. اللي بيحصل في الافيسمنت كأن الفايبرز دي بتتسحب كده لفوق، اللنث بيقل، كأن الانترنال اس هي اللي عماله توسع، لكن الاكسترنال اس زي ما هي. توسع الانترنال اس او التراقرق عنق الرحم هو ده اللي اسمه الافيسمنت، انما توسع بقى الاكسترنال اس هو ده اللي هيبقى اسمه ايه عندي؟ الدايلاتيشن. شايف؟ The cervix will be gradually taken up in the lower uterine segment. يبتدي فايبر 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 يسحب عندي لفوق. طب ودي بنعرفها ازاي؟ هذه الظاهرة بنعرفها بيه حاجة من اتنين، يا إما بالمقاس 2.5 سنتيمتر، then بقيت 2 سنتيمتر، then 1.5، then 1، then 0.5 سنتيمتر، till fully effaced، بقت رقة ورقة السيجارة. أو ممكن أقول دي not effaced، 20% effaced، 40% effaced، 60% effaced. يعني عندي حاجتين أقدر أتكلم بيهم، يا بالبرسنتج يا إما باللانث. بس واخدين بالكم من حاجة؟ ان ايه اللي بيحصل عندي الاول؟ الافيسمنت بيحصل الاول وبعدين الدايلاتيشن. يعني ادي السيرفكس اهو يرفع الاول، بعدين يبتدي ايه؟ بعدين يبتدي يوسع. الا في مين؟ الا في المالتي جرافيدا اللي هي ولدت قبل كده، اللي هو السيرفكس ده اتبهدل اتهز قبل كده في ولاده سابقه فاجينالي طبعا، فبقى سوفت. فعلشان كده both effacement and dilatation بيحصلوا مع بعض. إنما لو دراستنا العادية اللي هي كل دراسة الولادة بتتم على البرايم جراف ده، يبقى أول ظاهرة هي الإفيسمنت followed by dilatation. يبتدي يحصل dilatation gradually 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 من زيرو لغاية ما توصل إلى 10 سنتيمتر. وهذه الدايلاتيشن مينلي بسبب اليوتراين كونتراكشن، لكن في حاجات تانية بتساعد، الضغط بتاع الباج اوف فور ووتر والبريشر بتاع البريزنتنج بارت. علشان كده لو لقيت واحدة متأخرة في الولادة، يبقى فكر في حاجة من ثلاثة، اليوتراين كونتراكشنز مش قد كده، الباج اوف فور ووتر لا ممكن تكون اوليجوهيدرامنوس او في رابشو في ممبرين، البريزنتنج بارت ممكن تكون هاي مال بريزنتيشن، في بلاسنتا بريفيا منع ان هي تضغط عندي كويس على السيرفكس.